بسم الله. العمارة العربية الحضرية بالشرق الأوسط. محاضرة ألقاها الأستاذ المهندس حسن فتحي في 29 نيسان 1971، يقرأها عليكم عمر سليم، جامعة بيروت العربية. في مجال تقييم تراثنا الحضاري الذي نحن أحوج ما نكون لتقييمه وتحسس جذوره وفلسفاته والثور تطبيقاته، دعت كلية الهندسة المعمارية بجامعة بيروت العربية الأستاذ الجليل المهندس حسن فتحي لإلقاء هذه المحاضرة عن العمارة الحضرية بالشرق الأوسط، ماضيها وحاضرها ومستقبلها. ولا بد أن نشير إلى أن الأستاذ حسن فتحي هو من المعماريين القلائل الذين نظروا أنفسهم لبعث وأحياء وتقييم التراث المعماري الإسلامي بصفة خاصة، والعمارة النابعة من البيئة والمناسبة للإنسان بصفة عامة، في إطار من الإحساس الفني المرهف والخبرة المتعمقة بالإنسان. الأمر الذي حدا بنا لدعوته في هذا الوقت بالذات للمحاضرة بجامعة بيروت العربية التي تهتم كثيرا بالدراسات العربية بكافة جوانبها. الدكتور محمد حلمي الخولي، عميد كلية الهندسة المعمارية. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد العميد، سيداتي، سادتي، يسعدني ويشرفني أن أتحدث إليكم اليوم عن موضوع يهمنا جميعا، وهو العمارة العربية في بلاد الشرق الأوسط في الماضي والحاضر والمستقبل. إن العمارة العربية تمر اليوم بمحنة قاسية، وإن المشكل يهمنا جميعا. نحن المعماريين العرب من أهل بلاد الشرق الأوسط التي ظهرت فيها العمارة العربية في السابق، وصلت إلى مرتبة عالية تضعها في مصاف أرقى الفنون التي وصلت إليها الإنسانية. إننا نراها اليوم وقد نبذناها جملة من كل ميادين الثقافة والتعمير، واستبدلناها بعمارة أجنبية لم يكن بالإمكان أن تنبت في أرضنا، إذا ما صارت الأمور على طبيعتها وطبقا لأصول المنطق والعلم الحديث. حقا إن هذا المشكل قد فرض علينا في السابق من الخارج لأسباب سياسية بواسطة الحكام من غير أهل البلاد، كما فرضته بعض الظروف التاريخية في حركات التغيير والتحول الثقافي والاجتماعي والاقتصادي التي صاحبت الثورة الصناعية في أوروبا. ولكن استمر أيضا من داخل أنفسنا، إما بفعل القصور الذاتي وإما عن شعور بمركب النقص والربط بين التفرنج والتقدم وبين العروبة والتخلف. إنه حتى عندما استقلت البلاد وزالت قوى الضغط الخارجية وحل الأوان لإجراء تغيير جديد لرجاع الأمور إلى نصابها، نرانا في الوقت الحاضر مستمرين في اقتباس العمارة الغربية الحديثة بدلا من تطوير عمارتنا العربية لمسارة الزمن. إني أعتقد أنه قد آن الأوان لقيادتنا قليلا خارج الدوامة العارمة التي جرفت بكل مقومات ثقافتنا المعمارية، لننظر إلى تراثنا نتناوله بالتحليل العلمي والتقييم الموضوعي. ذلك التراث الذي كونه أسلافنا على مدى نيف وألف عام واستمر في التطور إلى عهد قريب، والذي استبعدناه بأكمله وأسقطناه من الحساب في كل ميادين النشاط المعماري. لعلنا نكون مخطئين في ذلك، فنرجع عن الخطأ ونعطي هذا الميراث حقه في الحياة والتطور، واصلين بذلك ما أمر الله به أن يوصل، أو أن يكون هنا الميراث خال حقا من كل قيم، وأنه عقيم لا يصلح للتطور ومسارة الزمن، فنسقطه من الحساب عن وعي ونزيل تلك الحيرة التي تسود الوسط الهندسي المعماري فيما يتعلق بهذا الميراث. وفي هذا المقام أود الإشارة إلى أن هناك اليوم فريق من المهندسين وغير المهندسين العرب وغير العرب من يتنكر للحضارة والعمارة العربية بجملتها دون إبداء أسباب معقولة، مكتفين بترديد بعض الأقوال السائرة عن التقدم والتخلف والمعاصرة والعمارة الدولية والعمارة الوظيفية إلى آخره، مستخدمين هذه الأقوال دون فهم لمدلولاتها فيما لا ينطبق على العمارة العربية للتدليل على أنها متخلفة لا تصلح لهذا الزمان. بينما نجد هناك فريقا آخر من العاطفين المتحمسين للعرب والعروبة بدون فهم أيضا، فأقدم في تحمسي من الأسباب الوهية للبرهان على علو قدر العمارة والحضارة العربية ما يصل على الفريق الأول الرد عليه واتخاذه حجة ضده. إن كلا الفريقين في الحقيقة مسيء إلى الحضارة والعمارة العربية، بل وإلى الحضارة الإنسانية بصفة عامة. إنه من غير المعقول أو المقبول بالنسبة للمعماري المعاصر المثقف أن ينتمي إلى أي من هذين الفريقين، وإنما نطلبه للمعماري والناقد الفني والباحث العلمي هو توخي الموضوعية في الحكم والاستناد إلى الواقع العلمي والفني والفلسفي الإنساني في عمليات التقييم، حتى لا يكون متجنيا على عمارة أهله وبني قومه. لذا وقبل التطرق إلى الحديث عن العمارة العربية بالذات، أجد لزاما علي التحدث قليلا عن العمارة بمعناها الإنساني الواسع الكبير ومكانها في ثقافة الإنسان وحضارته كخلفية للموضوع. إن مثل المسكن بالنسبة للإنسان كمثل قشرة القوقعة التي تتكون من مادة كربونات الكالسيوم
التي يفرزها الجزء الحي الطري وتأخذ الشكل الحلزوني المعروف. إن هذا الجزء المتكلس الميت لا يلبث أن يتكون حتى يعود على الجزء الحي الطري الذي أوجده فيشكله بدوره. وإن أثر المدينة في الجماعة باعتبار الثقافة والحضارة لا يماثل أثر المسكن في الفرد. إن الله سبحانه وتعالى قد اختص الإنسان وحده دون باقي المخلوقات بإمكانية تغيير البيئة الطبيعية لحد كبير، ووضع تكويناته المعمارية وتشكيلاته التخطيطية على جانب التكوينات التي من صنعه عز وجل، وإن في هذا ما يلقي على عاتق المعماري والمخطط مسؤوليات من جسام. ولكن نقدر هذه المسؤوليات فلنتأمل قليلا في طبيعة التكوينات التي من صنع الله، ونأخذ أبسطها ألا وهي البلورات ذات الأشكال الهندسية البسيطة. تشكيل الحد الأدنى. إن هناك تباديل لا حصر لها لتجمع ذرات أي بلورة من بلورات أي ملح من الأملاح. إنه إذا كان أمر تكوين البلورات متروكا للصدفة لاحتاج الأمر إلى آلاف الملايين من السنين حسب قوانين الاحتمال الرياضية لكي تأتي بلورتين من أي ملح كسلفات النحاس مثلا متشابهين. هذا بينما نادت كل بلورات هذا الملح تتخذ شكلا واحدا في عمليات التبلور. إن هذه الظاهرة أو المعجزة تعود إلى أن ذرات سلفات النحاس المذابة في الماء تتجمع في عملية التبلور بواسطة قوة طبيعية تخضع لقوانين أزلية موحدة لا محيص عنها. وإن اتخذت كل بلورة شكلا مختلفا لما أمكن التعرف على أي منها. ومن هذه القوى الحركة البروانية بحركة الذبذبة اللولبية اتخذت الذرات التي تشد بينها في نفس الوقت قوة التوتر السطحي. وبهاتين الحركتين تترسب الذرات في بحثها عن السكون بالترتيب الذي يعطي أقل ما يمكن من الفراغات بين الواحدة والأخرى مما يسمى تشكيل الحد الأدنى. إنه بهذه الطريقة وحدها ما يجعل شكل البلورة النهائي متشابها مع شكل الذرة مما يوحد من أشكال بلورات الملح الواحد. التشكيل الأمثل. إنه إذا كانت القوة الطبيعية تعمل بطريقة ذاتية في تكوين البلورات فسنجد الأمر مختلفا بالنسبة للتكوينات المعمارية، إذ أن الطوب والخرسان والحجر وباقي مواد البناء لا تتأتى وحدها لتترسب على شكل جدران وأسقف بحركة ذاتية، إنما هي إرادة الإنسان التي ترتب هذه المواد في البناء وتتحكم في التشكيل المعماري. ولكن ذلك لا يعني أن يجد الإنسان نفسه حرا يفعل ما يشاء كيفما اتفق. إنه سيجد نفسه أمام عدد كبير من القوى والعوامل، منها ما هو طبيعي كالحرارة وما هو ميكانيكي كحركة الهواء فيما يتعلق بالجو والميتورولوجيا، ومنها ما هو إنساني فيما يتعلق بالفسيولوجيا والسيكولوجيا والاجتماع والثقافة وغير ذلك مما يجب على المعماري مراعاتها في تشكيل وتخطيط عناصره المعمارية وتنظيمها في الفراغ لإعطاء أكبر كفاءة المبنى في توفير الراحة الجسمانية وتحقيق احتياجات الإنسان المادية والروحية. إن علي أن يراعي كل هذه العوامل على حدة وباعتبارها مجتمع كلها في صعيد واحد هو صعيد التكوين المعماري الذي يكون به الإنسان بعقله الواعي وبيده، وبذلك تتحول فكرة تشكيل الحد الأدنى لفكرة التشكيل الأمثل. إن في ذلك ما ذكرنا من الحديث النبوي الشريف ما زال العبد يتقرب إليه بالنوافل حتى يحبه، فإذا أحببته صرت تدور التي يعمل بها وعينه التي يرى بها، أي أن الإنسان بصفة عامة والمعماري بصفة خاصة عندما يبقى في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعلم والمعرفة لاكتشاف قوانينه الأزلية، فإنه عندما سيقوم بتطبيقها بعقله الواعي وبدأ في تكوينته المعمارية سيصبح كعامل مساعد فيما يقوم بعمله من التصميمات التي ستتسم بصفة الصدق التي تتسم بها تكوينات طبيعية. من تعريف الثقافة أنها حصيلة تفاعل ذكاء الإنسان مع البيئة الطبيعية، ويظهر صدق هذا التعريف بوضوح في كل الفنون التشكيلية ومن أخصها العمارة. ففي التصوير والنحت مثلا يقوم الإنسان بمحاكاة الأشكال الطبيعية من حيوان ونبات وجماد مما يقع تحت نظره بما يقع تحت يده من أصباغ وألوان وحجر ورخام وغير ذلك في عمليات التعبير عن أحاسيسه وعن طريقة تفاعله مع البيئة. أما في العمارة فإن المثل الذي يحتذي لا يوجد في الطبيعة لمحاكاته، إنما هي البيئة التي توحي به في عملية التصميم بمراعاة خصائص الإنسان الذي يصمم له المعماري مسكنه الفسيولوجية والنفسية، وأن على المعماري أن يبتكر تكويناته الهندسية. لهذا سمى بعض النقاط فنون النحت والتصوير فنون محاكاة، وفنون العمارة والموسيقى بأنها فنون مجردة، إلا أنه لا يصح أن يؤخذ مثل هذا التقسيم بصفة مطلقة، إذ لا يمكن أن تخلو أعمال المصور والنحات من درجة ما ومن نوع ما من التجريد، كما لا يمكن أن تخلو العمارة والموسيقى من نوع ما ومن درجة ما من محاكاة الطبيعة. وكثيرا ما نرى محاكاة المعماري لأشكال النبات والحيوان والإنسان في العمارة القديمة وفي العمارة الأهلية المعاصرة في بعض بلاد أفريقيا، إلا أن محاكاة الأشكال الطبيعية من نباتية وحيوانية في العمارة لم يكن لمجرد الإعجاب بالشكل من ناحية جمالية وحسب، إنما كان يقوم الإنسان بذلك في الغالب لأسباب عقائدية باعتبار أن المحاكي من الموجودات الطبيعية ومثل رموزا عن بعض مبادئ الخلق وأسرار الحياة كعملة اللوتس والبردي التي تلمس إلى النمو لدى المصريين القدماء.
الذين استخدموها مع التحويل، إلا أنه كانت هناك بعض الحالات التي كانت محاكاة الطبيعة فيها تكاد تكون حرفية، مثل مدينة مسجد قوة الإسلام التي تسمى قطب منار، شكل واحد نسبة إلى الأمير قطب الدين الذي بناها عام 1200 ميلادية بالقرب من دلهي بالهند. إن هذه المنارة تشبه إلى حد كبير نبات الصبار الذي يسمى أكو يز يسيوم هيمالي شكل 2. إن الحياة النباتية تغلب في الطبيعة ببلاد الهند، ويظهر أثر تفاعل ذكاء الإنسان الهندي مع هذه البيئة في عقائده الدينية وفي عمارة المعابد الهندوقية المتأثرة بالأشكال النباتية إلى حد كبير. وقد استمر التأثر بأشكال النبات في عمارة هذه المأذنة حتى بعد اعتناق معماريها للإسلام، مستخدما نفس المنطق النباتي للتعبير عن الانطلاق الأعلى واتصال الأرض بالسماء من واقع الشكل وفكرة نمو النبات. كما نجد الحياة الحيوانية غالبة في البيئة الطبيعية ببلاد أفريقيا الاستوائية، لذا نجد بعض أهل هذه البلاد يدعون إلى اليوم أكروتيرويونات تشبه قرون الحيوان كالوعول والثيران بأعلى مداخل البيوت وعلى أركانها، كما هو ظاهر في بيوت مدينة كانغو بالنيجيريا شكل 3. وبالنظر إلى القناع الأفريقي الواع ذكرون شكل 4 تبين مصدر الوحي بهذه الأشكال المعمارية، وتبين من شكل 5 مدخل أحد بيوت مدينة كانغو وقد أعطي شكل رأس إنسان فمه هو الباب ولو نفس قرون الحيوان. وبالنظر إلى القناع الأفريقي شكل 6 يتضح القصد الرمزي المركب في التشكيل المعماري الذي يجمع بين الإنسان والحيوان، وإن الحصير الذي يغطي سقف جزء المدخل خلف الوجه الذي يشبه أعلى رأس القناع ليزيد من توضيح فكرة المحاكاة. وما هو جدير بالتنويه إليه في هذا المقام أن الإنسان القديم كان أكثر اتصالا بالكون وأكثر تأثرا بنظرة كونية في حياته وعقائده وطريقة تفكيره، لذلك أدخل الظواهر الفلكية في معتقداته ومنها وقوع الحياة على الأرض تحت تأثير الأبراج السماوية. وقد أدخل الفراعنة هذه الفكرة في التعاليم التي ضمنوها في معمارة المعابد كرموز وظيفية، كما نرى في معابد الإله منتو الذي كان حيوانه المقدس هو الثور، على أساس أن الشمس في العهد الذي بني فيه هذا المعبد كانت تقع في برج الثور، كما ظهرت في العهد المينوي بجزيرة كريت فكرة الميناتور ذلك الوحش الذي نصفه إنسان ونصفه ثور. ونجد قرون الثور موضوعة على أحد جدران قصر كونوسوس بهذه الجزيرة رمزا إلى هذا البرج. ومن المحتمل أن يكون في بقاء المعتقدات البدائية لدى بعض قبائل أفريقيا ما يفسر استمرار استخدام قرون الحيوان كرمز لهذه المعتقدات التي لم تتغير، أو أنها تستعمل كمجرد تعاويذ إذا ما كانت العقائد قد تغيرت كما هو الحال في مدينة كانو التي اعتنق أهلها الإسلام، أو أنها تستعمل لأسباب جمالية وقد زالت عنها الصفة الرمزية، أو أن استمرار استخدام هذه الأكروسيونات يرجع لكل هذه الأسباب أو بعضها مجتمع. حقا إن البت في مثل هذا الأمر علميا عن ثقة لما يدخل من اختصاص عالم الانتروبولوجيا الاجتماعية ولا يدخل في اختصاصنا كمعماريين، ولكن ما يهمنا في هذا الموضوع هو التنبه إلى الظاهرة وتحري الدوافع الكامنة وراء التشكيل المعماري. التحول الثقافي في البلاد النامية. قبل أن نترك الحديث عن العمارة الأفريقية وندخل في العمارة العربية، أجد لزاما أن نستعرض موضوعا جانبيا نتعلق بأثر ما هو حادث اليوم من التحول في ثقافة القوم بهذه القارة الانطباقية على ما هو حادث في العمارة بالبلاد العربية بالشرق الأوسط كما سبق ذكره. كان الأهالي بمدينة كانو يزخرفون وجهات بيوتهم المبنية بالطوب اللبن بزخارف الجنسية الرمزية الجميلة، وتبين الصورة شكل 7 واجهات أحد البيوت. ولنجاح هذه الزخارف الرمزية في إحياء الواجهة البسيطة قد أوحى إلى أحد المسالين الإنجليز باستخدام نفس الفكرة لإحياء سطح أحد الحوائط الخرسانية في أحد الأبنية التي يقوم بإنشائها مجلس كونتي لندن شكل 8. ولهنا يمكن القول بأنه لا ضير في اقتباس النحاة الإنجليز لفكرة الزخرفة الأفريقية، كما أنه لا ضرر في ذلك على الثقافة الإنجليزية خاصة، وأن هذا النحاة قد أجرى عملية تحول الزخرفة ولم ينقلها حرفيا. ولننظر الآن إلى أثر العمارة الغربية الحديثة في العمارة الأفريقية. لقد أقام الإنجليز عمارة سكنية لموظفي أحد البنوك بمدينة كانو، وقد صممت عمارتها من النوع الذي يسمى عمارة الهيكل الخرساني شكل 9. وقد أخذ أهل كانو هذا النوع من العمارة على أنه عنوان التقدم والتطور، فما كان من أحد أصحاب البيوت ذات الزخارف الجميلة إلى أنه أزال هذه الزخارف التي ألهمت النحات الإنجليزي ورسم بدلا منها خطوطا باللون الأبيض تمثل عمارة البنك ذات الهيكل الخرساني شكل 10 على جدران الطوب اللبن وبيض الطين. وأن أمر الخسارة الثقافية واضح من الصورتين لا يحتاج إلى زيادة شرح أو تعليق، وأننا إذ نورد هنا المثل فما ذلك سوى لأننا
أصبحنا نجد العرب من أهل بلاد الشرق الأوسط يقومون بعمل نفس الشيء الذي عمله أهل كانو باستبدال عماراتهم التقليدية الجميلة بنفس عمارة الهياكل الخرسانية الجرداء، مع الفرق بأنهم استبدلوها بهياكل خرسانية فعلا وليس بدهانها على الجدران. ومن الأمثلة ذات المغزى للدلالة على الانحراف في عمليات التحول الثقافي في العمارة بمصر والشبيهة بما قام بعمله أهل كانو بدهان رسم الهيكل الخرساني على مباني الطين المثل الآتي. كان الأثرياء في مصر يستعملون الصفة التي تعمل من فسيفاء الرخام الملون للتخديم شكل 11، بينما كان غير المقتدرين يستعيدون عن الرخام بالحجر، ولكن رخص المادة لم يمنع من القيامين بتجميل الصفة الحجر بواسطة النحت مما كان يجعلها تفوق شقيقتها الرخامية في كثير من الأحيان من حيث الابتكار والجمال. فلما تفرنج الأثرياء ونبذوا عناصر عمارتهم العربية ومنها الصفة وصعدوا عنها بدولاب التخديم الذي يسمى دار الثوار من طراز لويس الخامس أو السادس عشر، ولم يكن في مقدور الفقراء تقليدهم في هذا التفرنج باقتناء دار الثوار، لذا عمدوا إلى فرنجة الصفة الحجرية بدهانها برسومات تمثل ورق الحيطان الأوروبي شكل 12 للتخلص من الصبغة العربية. وللأسف نجد هذا التصرف من قبل الأثرياء والفقراء يشمل كل ميادين التعمير في الحضر والريف بكافة البلاد العربية، فنجدنا معماريين وأهالي آخذين بنقل العمارة الغربية إلى بلادنا بغير كفاءة، ووجدنا طراز ما تحت العمارة الأفرنجية مما يسميه النقاد الأجانب تنظرا بعمارة الشرق الأوسط بدلا من تطوير عمارتنا العربية التي يمكن أن نتملك نصيتها في عمليات التطوير لنقل طراز ما بعد العمارة التقليدية العمارة العربية في الماضي. لما كانت البيئة الطبيعية هي العامل الثابت الذي لم يتغير في عمليات التحول الثقافي والمعماري في البلاد العربية، فإنه في الأخذ بمبدأ أن الثقافة هي حاسبة تفاعل ذكاء الإنسان مع البيئة الطبيعية، ما قد يعطينا مرجعا قياسيا يمكن الاعتماد عليه في عمليات تقييم العناصر المعمارية ومبادئ التصميم التي أوجدها أسلافنا لأنفسهم بأنفسهم دون تقييد للغير. تمتد البلاد العربية في المنطقة الواقعة بين شواطئ الخليج العربي في الشرق وشواطئ المحيط الأطلسي في الغرب بين خطي عرض 10-35 شمالا، ومعظمها صحراوي ذو جو قاري حار جاف. لذا نجد الحضارة والثقافة العربية متأثرة بالبيئة الصحراوية إلى حد كبير وخاصة في العمارة. إن الطبيعة في الصحراء قاسية على مستوى سطح الأرض حيث تشتد الحرارة نهارا وتهب العواصف الرملية الخانقة التي ينسبها البدو إلى الجن أو العفاريت، بينما إن العنصر الرحيم الوحيد هو السماء التي تعد الإنسان بتلطيف الجو والرحمة في الليالي والأمسيات. إن درجة الحرارة تهبط في الصحراء بين 20-40 درجة في الليل عنها في النهار. لهذا فإن البدوي عندما توطن القرية أو المدينة فإنه أقفل بيته على الخارج تماما في مستوى سطح الأرض، وفتحه من أعلى على السماء بواسطة الصحن أو وسط الدار، مما يجعل من هذا الصحن وكأنه جزء خاص من السماء للبيت. إن هذا التكوين المعماري يتفق تماما مع المنطق العلمي، إذ إن الهواء البارد يترسب أثناء الليل على طبقات أفقية في الصحن ويترسب وتسرب إلى الحجرات فيبرد الجدران والأرضيات والأسقف والمفروشات. وبما أن الهواء البارد أثقل من الساخن فإن الصحن سيحتفظ بالهواء البارد الذي ترسب فيه أثناء الليل إلى ساعة متأخرة من النهار مما يجعل منه مخزنا للهواء الرطب. إن الباحث دانيال دنهام قد أجرى بحوث علمية وتجارب على البيت ذو الصحن كمنظم للحرارة أثبت فيه سلامة فكرة الصحن في البيت العربية وملائمتها لجو الصحراء. لقد أوجد العرب في بداية تحضر وسكن المدينة نموذجا من التصميم المعماري للبيت ذو الصحن، وقد عمموا استعماله في كل البلاد العربية. ومن خصائص هذا النموذج أن جزء المعيشة فيه يتكون من صحن مفتوح للسماء وتطل عليه أيوانات الجلوس تتقدمها لوجيهات كما نرى في بيوت الفسطاط بمصر شكل 13، وقصر الخيدر بالعراق شكل 14، وفي منازل تونس شكل 15. ويعطي هذا التصميم للساكن مختلف أنواع الاتصال بالفراغ الخارجي ومختلف الأجواء الداخلية والخارجية التي كان البدو يحصل عليها عندما كان يعيش في الصحراء تحت الخيام. إن الجلوس في اللوجيات يعطيه نفس الإحساس الذي كان يشعر به عند الجلوس في الجزء المظلل في حرف الخيمة في الصباحيات وفي الأمسيات، بينما تعطيه الأيوانات العميقة نفس الحماية من الحر ووهج الضوء الذي كان يحصل عليها داخل الخيمة في وقت الظهيرة. وقد استمر استخدام هذا النموذج من فتح الإسلام وإنشاء الخلفاء للمدن في مختلف الأقطار العربية إلى أوائل القرن 19 الميلادي، مع بعض التحويل والتطوير لمسيرات درجة التحضر من البداوة المتمثلة في النموذج الأصلي بالفسطاط إلى أرقى مراحل التطور التي وصلت إليها العمارة العربية في عهود الفاطميين والمماليك. من الأسباب التي جعلت البدوي يعمل الصحن الذي يتوصل الدار عندما استقر واستوطن المدينة حرصه على دوام الاتصال بالسماء كما تعود عليه عندما كان يعيش في الصحراء.
فيزياء فإنه أدخل فكرة الرمز الكوني بشكل معماري، فإنه يرمز للأربعة جدران المحيطة بالصحن بأنها الأربع مدى حاملة قبة السماء، وزاد على ذلك فإنه وضع نافورة ماء وسط الصحن لكي تعكس هذه السماء على صفحة الماء فيها، ورأى طوال الوقت تسحب رحمتها وقدسيتها وسط الباب بين وسط البيت بين الحجرات. وإبرازا للقصد الرمزي فقد عمد إلى إعطاء هذه النافورة شكل قبة ساسانية مقلوبة على خناصر، بأن جعلها مربعة الشكل، ثم قام في أركانها أربعة مثلثات على مستوى أوطى قليلا من سطحها العلوي، بما يتحول معه شكل مربع إلى مسمى، ثم اخترع من سطح هذه المثلثات تجويفات نصف دائرية شكل 16A، مما يجعل شكل مسقط هذه النافورة الأفقي وكأنه مسقط قبة ساسانية منظورة من أسفل إلى أعلى شكل 16B. ولما كانت القبة الساسانية ترمز إلى السماء، فإن السماء الحقيقية تنعكس على سطح الماء في هذه السماء الرمزية فيربط بين الاثنين. وهكذا يتوصل الرجل العربي إلى إدخال الطبيعة والكون الذي كان دائما الاتصال بهما في حياته البدوية في الصحراء إلى البيت الحضري عن طريق الرمز بالعناصر المعمارية، وإن إيجاد هذه النافورة وسط الصحن مما سيساعد على ترطيف الجو وسط التبخر ويريح النفس برؤية الماء في الجو الحار. السلسبيل: إن البدوي كثيرا ما يفتقد الماء في الصحراء، لذا فإنه يجهد في أن يستعرضه باستمرار لأطول مدة عندما يحصل عليه ليجعل منه متعة للعين وراحة للنفس والجسم. إنه لم يكتفي بعمل النافورة بل عمل رأسها تدفع بالماء في الهواء ليمتزج به وتلعب في الفراغ، ولكن عندما لم يتوفر الضغط الكافي لكي ينبثق الماء من رأس النافورة إلى أعلى، فإن المعماري لم يكف عند هذه الصعوبة ووجد لها الحل العبقري الجدير للتنويع. وذلك بأن استعرض عن رأس النافورة بالسلسبيل، إن السلسبيل عبارة عن لوح من الرخام المزخرف سطحه بنحت بارز قليل الغور يمثل أشكال أمواج، ويوضع هذا اللوح مائلا قليلا عن الوضع الرأسي لينزل عليه الماء وتدحرج من الصنبور وينزل إلى حوض في أسفله، ثم يسير في قناة مكسوة في استفاء الرخام إلى أن يصب في النافورة كما نراه في بيمارستان قلاوون بالقاهرة شكل 17 و 18. وكأن هذا التكوين تحويلا للجداول والأنهار ومساقة المياه التي يفتقدها ساكن الصحراء. وبالإضافة إلى عبقرية الحل المرن في التصميم، فإن هذه السلسبيلات قد هيأت الفرصة للرجل العربي لاستخدام مواهبه الفنية الخلاقة في التعبير عن إحساساته بواسطة فن الزخرفة الذي ارتقى به إلى مستوى فن البحث. لقد قال الفيلسوف الألماني جوتا: إن العمارة ما هي إلا موسيقى متجمدة. وكان ينطبق هذا القول على بعض هذه السلسبيلات، إن السلسبيل الموجود بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة شكل 19 ليذكرنا بالحركة الثانية من الشعر الموسيقي البحر من تأليف الموسيقي الفرنسي كلود ديبوسي التي أسماها لعب أموال. كما يعبر السلسبيل الآخر من نفس المتحف صورة 20 بزخرفتين المزوجة عن الحركة الثالثة من هذا الشعر الموسيقي وقد أسماها حوار بين الريح والبحر بشكل عجيب. القاعة: عندما ازداد درجة التحضر في العمارة العربية تحول تخطيط جزء المعيشة والاستقبال ذو الصحن المفتوح والأيوانات إلى فكرة القاعة، مع الاحتفاظ بخصائص النموذج الأصلي من حيث التعبير عن الناحية الكونية بالرمز بالأشكال المعمارية شكل 16B. تتكون القاعة من جزء أوسط يسمى دور قاعة، هو عبارة عن نفس الصحن ولكن مسقوف، وتقع على جانبي نفس الأيوانات ولكن بدون اللوجيات. بطبيعة الحال إن هذه اللوجيات نقلت إلى مكان آخر خارج القاعة مباشرة وتطل على الصحن الذي احتفظ به المعمار العربي عندما كبر المنزل وتعددت الحجرات. والاحتفاظ بفكرة الصحن المفتوح على السماء بعد أن غطيت الدار قاعة والعمل سقفها يرتفع كثيرا عن سقف الإيوانات، كما أعطى هذا السقف شكل قبة ساسانية ولكنها مفرطحة معمولة من خشب لتمثل السماء، كما هو سقف قاعة محب الدين الموقع بالقاهرة من القرن الرابع عشر ميلادي شكل 21. ولما كانت الدرقاعة تمثل الصحن فقد قسيت أرضيتها بالرخام ووضعت في وسط النافورة التقليدية، كما عمل منسوبة هذه الأرضية أفضل منسوبة أرضيات الإيمانات بمقدار درجة، كما لو كانت الدرقاعة لم تزد صحنا مفتوحا على السماء حتى لا تسرب مياه الأمطار إلى الإيوانات. وفي نفس الوقت فإن هذه الدرجة تحدد المكان الذي على الإنسان أن يخلع عليه عنده قبل أن يخطو إلى الإيوانات التي كانت تغطى بالسجاجيد والأكلمة شكل 22 و 23. وكما ذكرنا ذلك بمقاله الكاتب الفرنسي أنطوان دي سانت إكزوبري من في كتابه القلعة: منزل أبي الذي لكل خطوة فيه معنى. تصميم القاعة وحركة الهواء: إن حركة الهواء في الداخل من أهم العوامل في توفير الراحة الحرارية، ومن المعلوم أن حركة الهواء تحدث إما بفرق الضغط حيث يذهب الهواء من مناطق الضغط العالي إلى مناطق الضغط الواطي،
وإما بعملية تصعيد عندما ارتفع الهواء الساخن إلى أعلى ويحل محله هواء بارد. واستخدم المعمار العربي كلا الطريقتين في خلق حركة الهواء داخل القاعة بواسطة مراقف الهواء ومواقع التكوين المعماري للفراغ الداخلي للقاعة. مراقف الهواء. ملقف الهواء عبارة عن بئر هواء يركب بالركن الذي في اتجاه الريح من القاعة، ولما كانت الرياح الرطبة تهب في مصر من الشمال والشمال الغربي، وقد عمل جانبي هذا البئر القبلي والشرقي مقفلين وجانبيه الشمالي والغربي مفتوحين، وعمل سقفه مائلا إلى أعلى في اتجاه الريح لتلقف الهواء الرطب والدفع به إلى داخل القاعة. ولما كان سقف الدرقاع يعلو على باقي أسقف المنازل ومنها أسقف الإيوانات بنفس القاعة، قد ركب عليها منور به شبابيك به خرط واسع كما هو في قاعة محب الدين الموقعي شكل 24 و25، فإن الهواء الساخن سيخرج من هذا المنور ويحل محله هواء رطب من المركز. نوبة بهذه الطريقة سنحصل على حركة هواء داخل القاعة حتى إذا كانت الرياح ساكنة في الخارج فعل عملية التصعيد. إن المعمار العربي بهذا الحل قد أمكنه الفصل بين وظائف الفتحات الثلاثة ألا وهي التهوية والإضاءة والرؤية للخارج التي تتجمع في الشباك العادي في العمارة الأوروبية، متيحا بذلك إعطاء كل وظيفة من هذه الوظائف العنصر المعماري الذي يؤديها بأكبر فكرة وكفاءة. وهنا يجب أن نذكر أن الوقف الهواء كانت معروفة ومستعملة في مصر القديمة كما نراها مصورة في مقبرة ناب آمون من الأسرة 19 شكل 26، ولاحظ أن هذا الملقف له فتحتين أحدهما في اتجاه الريح لتلقف الهواء والأخرى في اتجاه تحت الريح لتصريف الهواء، وهو ما ينطبق على أحدث نظريات الإيروديناميكية، كما أن كثير من البلاد الحارة تستعمل مراقف مثل بلاد السند شكل 27 والعراق وغيرها. المشربية. لما كانت التهوية في الحجرات التي لا يمكن تركيب مراقف هواء بها تتطلب عمل فتحات كبيرة، فإن هذه الفتحات ستدخل في نفس الوقت كميات كبيرة من الضوء والحرارة المباشرة والمنعكسة من أسطح جدران المنازل المقابلة. ولتخفيف حدة الضوء واستبعاد الحرارة المنعكسة لجأ المعماريون العرب إلى ملء الفجوات الكبيرة هذه بواسطة مهمل يسمى مشربية مصنوع من برامج الخشب الدقيقة بمقاسات محددة من حيث أقطار هذه البرامج ومن حيث سعة الفتحات التي بينها، بما يضمن أكبر كفاءة في حجب الرؤية من الخارج إلى الداخل مع السماح بالرؤية من الداخل إلى الخارج وفي حجب الحرارة وأشعة الشمس وفي السماح بمرور الهواء. وإن من عمل البرامج مستديرة ما يجعل الضوء والظل يتوزعان عليها بحيث تخف حدة التضاد بين حواف البرامج وبين الفتحات المضيئة بينها عما إذا كانت قطاعات هذه البرامج مربعة أو مستطيلة كما يتبين من تحليل الضوء الموضح بالشكل 28. إنه بهذه الطريقة أمكن المعماري العربي أن يجعل فتحة الشباك بكامل مسطح الجدار الخارجي للحجرة دون حرج. إن المهندس الأوروبي الحديث عندما قام بعمل الجدران الزجاجية للرؤية نسي عمل الحرارة، وإن حائطا من الزجاج بمقاس 3 متر في 3 متر يدخل من الحرارة ما يساوي 2000 كيلو سعر في الساعة إلى الداخل إذا ما يتعرض لأشعة الشمس. ولمعالجة هذا النقص ابتكر ما سماه كيسرات الشمس التي تعمل بألواح من الخرسانة، ولكن كيسرات الشمس هذه تسخن هي نفسها وتشع من حرارتها إلى الداخل. وبهذه الصورة ستجد أن كيسرات الشمس هذه لم تنجح سوى في تمزيق المنظر الخارجي الذي عمل الجدار الزجاجي من أجله بواسطة خطوط عريضة معتمة سوداء بينها فتحات شديدة الإضاءة مما يضايق النظر ويؤذي العين شكل 29. إنه لهذا السبب نجد أن كل الصور التي تنشر في الكتب والمجلات المعمارية لكيسرات الشمس هذه مأخوذة من الخارج وليس من الداخل لنظرنا للخارج. حقا إن المهندس المعماري الذي يعمل من مبنى فرنا شمسيا ثم يستعمل جهازا هائلا للتبريد ليجعله قابلا للسكنة إنما يبسط الشكل المعماري أكثر من اللازم ويعتبر تصميمه تحت مستوى فن العمارة العربية في الوقت الحاضر أو المعاصرة. كما سبق القول تمر العمارة العربية اليوم بمحنة دقيقة في تاريخ تطورها بكافة البلاد العربية، وفي الحقيقة يكون القول بأنه ليست هناك عمارة عربية معاصرة في الوقت الحاضر إنما هناك عمارة أوروبية في البلاد العربية. إن حركة التفرنج في العمارة بدأت في مصر في مبدأ القرن 19 عندما أدخل محمد علي باشا نظام الحكم المركزي الحديث الذي اقتبسه من الأنظمة الأوروبية، ولما كان من أصعب الأمور أخذ أي جماعة العنصر من عناصر أي ثقافة أجنبية دون أن يجر هذا العنصر معه الكثير من العناصر الأخرى لهذه الثقافة الأجنبية، فجرت حركة إدخال نظم الحكم الأوروبية العمارة الأوروبية معها. وقد أتى إسماعيل باشا بعد محمد علي الذي صار شوطا أبعد في العمل على فرنجة البلاد،
قائلا انه يريد ان يجعل مصر قطعة من اوروبا. انه اختار طراز النهضة الايطالية الفرنسية ومشتقاتها، فن الروكوكو والنوفو لقصوره، وضع بذلك المثل الاعلى الذي يحتذيه الباشوات والبكوات ومن بعدهم الافندية والفلاحين. وبذلك انقطعت سلسلة تطور العمارة العربية، وانقلبت كل القيم وكل مبادئ التصميم، واخذ اهل الحرف البناء التقليدية في الانقراض. واليوم أخذ كافة البلاد العربية بالطراز الأوروبي الذي يسمى بالطراز الحديث، وباسم المعاصرة ومسارات الزمن أدخلوا الجدران الزجاجية واستبعدوا المشربيات، متندرين عليها بأنها رمز الحياة الحريم في العصور الغابرة. مفهوم المعاصرة: إن كلمة معاصر تعرف في القاموس بأنها صفة تعني متواجد أو عائش أو حادث في نفس الوقت معه، وإن هذا التعريف لا يعني سوى وجود مقارنة بين شيئين زمنيًا دون أن يحمل مطلقًا أي إيماء أو إشارة لتقييم أو رفض أو قبول، ولكننا نرى هذا المصطلح كما يستخدم اليوم في مجال النقد المعماري أنه يحمل معنى الحكم على قيمة فنية، فيقال عما يبنى اليوم من العمارة الأوروبية الحديثة بأنه مرتبط بالوقت الحاضر، لذا تجب الموافقة عليه، بينما يدعى كل ما أقيم في العهود السابقة من أي طراز آخر، والطراز العربي على الخصوص بأنه متخلف، خالطين بين المفهوم الزمني الكرونولوجي وبين المفهوم المجازي للفظ المعاصرة في عمليات التقييم. إن هذا الأمر يثير تساؤلين توأمين: الأول، ما هو الزمن؟ والثاني، ما هذا الذي نعنيه بقولنا مرتبطون بالزمن؟ إننا إذا أردنا التوفيق بين الزمن الكرونولوجي وتعريف المهندس المعماري لمفهوم المعاصرة، يمكن القول بأن العمل المعماري لكي يكون مرتبطا بزمنه أو معاصرا يجب أن يكون جزءا من النشاط الحضاري القائم في حياة المجتمع اليومية، وأن يكون متوافقا مع الدرجة الحاضرة التي وصل إليها الإنسان من المعرفة على كل الجبهات في مجالات العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية والميكانيكية التي لا يمكن الفصل بينها في التصميم المعماري والتخطيط. لقد توضح مما سبق إيراده من التحليل العلمي على ضوء علوم الطبيعة والإيروديناميكية أن كثيرا من العناصر المعمارية ومبادئ التصميم التي طبقت في عمارة المنزل العربي التقليدي ما لم يزل سليما معاصرا اليوم كما كان بالأمس، كما أن الكثير مما يسمى بالحديث من العمارة مما يعتبر متخلفا إذا حكمنا عليه بنفس المعايير القياسية العلمية، ويمكن أن نطبق عليه ما قاله الفيلسوف دانتي أليجيري أن الكثير مما يدعى حديثا ليس سوى ما لا يستحق أن يبقى ليهرم. قد يخيل البعض بأنه باستعمال آلات تكييف الهواء التي هيأتها التكنولوجيا الحديثة للإنسان ما سيجعل كل العناصر المعمارية ومبادئ التصميم مستثنى في العمارة العربية لتلطيف الجو الداخلي كالمشربيات والسلسبيلات عنها، وكان ذلك صحيحا إذا ما كان القصد والهدف الوحيد منها هو خفض درجة الحرارة، ولكن يجب علينا أن ندرك أن هذه العناصر كان لها دور هام في الثقافة قد يفوق أهمية عن الناحية العملية باعتبار المكان الذي تشغله العمارة والفنون الزخرفية في الثقافة العربية. لذا فإن المعمار العربي الحديث عندما ألغى كل العناصر المعمارية والزخرفية السالفة الذكر من قاموس العمارة الحديثة باستعمال آلات التكييف الهواء، فإنه قد خلق فراغا كبيرا في ثقافته. مما لا نزاع فيه أنه يجب أن نعترف بأن التغيير والتحول ضروريان، فإنهما من سن الحياة، ولكن يجب أن نعترف أيضا بأن التغيير محايد، وأنه إذا لم يكن التغيير الأحسن سيكون الأسوأ بطبيعة الحال. لذا يجب علينا أن نعرف إلى أين يبهدنا أي تغيير في عمليات التغيير الثقافي والاجتماعي الاقتصادي والتكنولوجي الحادثة في مجتمعنا اليوم، لكي نتحكم فيها ونحولها نحو الأحسن إذا ما ظهر أنها سائرة نحو الأسوأ. نعرف حقا أن التقدم التكنولوجي له كثير من المزايا، وأنه كان يهدف باستمرار إلى تحكم الإنسان في البيئة الطبيعية المحيطة به، ولما قبل الثورة الصناعية ظل الإنسان محتفظا بتوازن إيكولوجي خاص بين كيانه الداخلي السيكوفيزيولوجي وبين العالم الخارجي، ولكن يجب أن نعرف أيضا بأن في الإخلال بهذا التوازن ما قد يسيء الإنسان في أي ناحية من نواحي طبيعته البشرية. لذلك فإنه مهما كانت معدلات التقدم التكنولوجي سريعة ومهما كان التغير في الاقتصاد جذريا، فإنه يجب على الإنسان أن يخضع معدلات تغيير في هذه المجالات لطبيعته ونفسه، لا أن يخضع نفسه له، وأن ينزل بتجريد رجال الاقتصاد والتكنولوجيا وتحليقهم في الفراغ عندما ينسو هذا الإنسان إلى أمن الأرض بواسطة قوة جاذبية الطبيعة البشرية. للأسف نجد أن المهندس المعماري العربي وقد تحرر فجأة من قوة هذه الجاذبية قد أصبح غير قادر على مقاومة غراء السهولة التي قدمتها له التكنولوجيا الحديثة دون اعتبار النسيج المركب لثقافته. إن هذا المعماري لا يقدر أن الحضارة تقاس بما يساهم به الإنسان للثقافة والحياة وليس بمقدار ما يستعيره من الغير،
إنه اللي كان يقيم الحديث التراث العربي في العمارة، واللي كان ينوط الحكم على التغيرات التي حدثت في مجالها. سنحتاج إلى تفهم مكان ووضع العمارة في حركات تطور الحضارة الإنسانية، ونعترف بأن العمارة تشمل الإنسان والتكنولوجيا وليس التكنولوجيا وحدها، وأن تصميم المدن يشمل الإنسان والجماعة والتكنولوجيا. إن المحك في تقييم أي مخطط هو الإجابة على السؤال هل هو الإنسان أم لشيء آخر، والإنسان هنا هو الإنسان العربي. العمارة العربية للمستقبل. باعتبار المستقبل بالنسبة للعمارة العربية، يمكن القول بأن الحالة السائدة في أي لحظة من اللحظات تقرر إلى حد بعيد المرحلة التالية في التغيير. وما كان هناك مشكل بالنسبة للعمارة العربية للمستقبل إذا ما كانت الحالة الحاضرة طبيعية، أي إذا ما كانت العمارة العربية معصرة حقا، لأن المستقبل كان سيتولى أمر نفسه بنفسه. ولكن للأسف والحالة ليست كذلك، فإن من أولى مسؤوليات المهندس العربي المعاصر هي أن يرجع صفة المعاصرة إلى عمارته كما كانت في كل عصر من العصور التي مرت بها عندما كانت السائرة في طريقها. ولتحقيق ذلك يجب أن نأخذ العمارة العربية من اللحظة التي تخلينا فيها عنها، ونعمل على وصل من قطع من سلسلة التطور الطبيعي، وذلك بالرجوع للوراء وتحليل عوامل التغيير والتحول. وما كان الأمر يستلزم إجراءه لمسيرتها مع استخلاص الثوابت الصالحة من ميراثنا، ثم العمل على إيجاد الحلول الجديدة لما استجد من عوامل لم تكن موجودة على هذه العلوم الحديثة الميكانيكية والإنسانية، منها ما لا يمكن الفصل بينهما في العمارة والتخطيط، بحيث تصل بالعمارة العربية إلى مكان يصح أن تكون عليه وليس ما هي عليه. بعض المحاولات الحديثة لتطوير العمارة العربية وإيجاد استعمالات جديدة أو تحويل بعض عناصرها لتصبح معاصرة. إن بعض معاهد بحوث البناء وجامعات البحث والأفراد يقومون بالبحوث العلمية لعمارة المناطق الحارة، ولكن للأسف إن معظم هذه البحوث أكاديمي محدود ويجري في معامل البحث في البلاد التي يمثل جوها جو المناطق الحارة، مما يضطر الاستعانة بأجهزة تمثيل الأجواء المختلفة. كما تجري هذه على نماذج صغيرة وعلى عدد قليل من المباني التي يمثل الحالة الطبيعية في المدينة. كما تؤمن هذه البحوث معظم الحلول التقليدية القائمة في البلاد الحارة، لأن الباحثين يدعون في أذهانهم مقدما بأنهم يجب أن يصلوا بباحثين من الحلول الجديدة. هذا بينما كان الأفضل والأجدر أن تجرى البحوث في المناطق الأصلية، وأن يبدأ الباحثون أولا بتقييم الحلول القائمة فيها أو التي أوجد أهلها في السوق، واتركت ظهريا في الوقت الحاضر لعدم توفر المعرفة بقيمتها. من هذه البحوث مشروع برينستوبنبان الذي كانت تقوم به جماعة البحث بجامعة أدنبرا بإسكتلندا، ومشروع الزينور بالدنمارك، وكلاهما يتعلق بالمنزل ذو الصحن. كما قام المهندس أوسكار نيميار باقتباس فكرة المشربية وطبقها في منزله الريفي شكل 31، بعمل فتحات المخمل الضيقة في الجزء الأسفل للحجب ووسع في الجزء الآلوي للتعويض عن فقدان الضوء، تماما كما نرى في مشربية بيت جمال الدين الذهبي شكل 32. إنه باستعمال جديد للمشربية في العمارة الحديثة، ما يجب أن نعترف بفضله الأوسكار نيماير، ولكن تجب الإشارة أنه قد قال عنه أن يجعل البرامج مستديرة المقطع كالنموذج الأصلي، إذا عملها مربعة مما سيجعل التصاد بين الظل والنور شديدا في إضاءة العين. كما نرى زميله المهندس البرازيلي ريدي قد قام بعمل كلسترا بالخرسانة في عمارة سكنية شكل 33، مستوحي شكلها من شباك من الخشب المنجور العربي شكل 34. قام المهندس الأمريكي رودليف بعمل تصميم المبنى مدرسة الفنون والعمارة بجامعة بيل، وقد أخر في التصميم أشكال معمارية حديثة للتهوية تصلح أن تكون لملاك الهواء، مما يبين أن هناك إمكانيات لاستعمال العناصر التقليدية من ناحية الشكل في العمارة الحديثة شكل 35. كما قمت شخصيا بعمل محاولة لتصميم عمارة ذات أدوار متعددة، مستخدما بئر السلم لعمل ملقف مجمع، ومن فوقه ألواح مسامية تبلل بالماء للتبريد شكل 36. كما قمت أيضا بعمل تخطيط لحي سكني مكون من عمارات عالية لبغداد الجديدة، وقد روع فيه تحويل فكرة الصحن إلى ساحات مقفلة تتفق مساحتها مع البلوكات شكل 37. ويبان شكل 38 تخطيط المعماري لهذا الحي. إن كل المحاولات فردية، ولا صح الاستمرار على هذا الحال على هذه الحال، إنه إذا أريد تغيير الاتجاهات فيجب أن تتولى الهيئات المسؤولة عن الثقافة والتعمير في البلاد العربية أمر تنظيم الدراسات والبحوث بالطرق المنهجية، وأن تتعهد العمارة العربية بالتشجيع عن طريق التطبيق العملي فيما تقوم به الحكومات من مشروعات معمارية، مما يعطي البديل للمثل الذي أعطاه الحكام الأجانب الأهالي في السابق. إن ما ذكرناه من أمثلة ما هو إلا لمجرد إيضاح أنه يمكن تطبيق مبادئ التصميم في العمارة العربية الحديثة بسهولة، وبذلك سيمكن تطوير العمارة العربية وجعلها معاصرة
وأن في ذلك ما سيعطي الفرصة لاستخدام المعمار العربي الحديث لمواهبه الخلاقة من جديد. يمكن تحميل الكتاب من الرابط أسفل الفيديو.